مشوارين صغيرين هخلصهم واكلمك نتقابل. طيب انت كويسه؟ طيب هخلص واكلمك على طول. مع السلامه. ايه يا ابو كبات تعمل ايه عندك؟ ما تيجي. يعني انت مصدق الكلام ده؟ تصدق ان انا ممكن اذي بنت رنا؟ ده هي دي اللي بتاعت بقى من الدنيا. يا سيدي ما حدش قال لك انك انت هتاذي بنتك، احنا كل اللي بنقوله ما ينفعش تقول لبنتك كلام يلخبطها ويرعبها من عينه انهم متهمينك بالقتل. طب بالذمه تسمع مني الكلام ده ولا حد تاني يحكوا لها؟ لا تسمع منك طبعا، ده لما يكون في اصلا حاجه تتحكي. حد كان اتهمك بالقتل؟ ودوك نيابه ودوك محكمه شويه تحريات وخلاص. ده حتى انت ما ينفعش تبقى مكبر الموضوع مع نفسك. انا مش مكبر الموضوع ولا اي حاجه. هي شروط كده الراجل طلعني متخلف وصغير وما اعرفش الصح من الغلط. بصراحه بقى هو ده الكلام المهم. لما انت عارف ان انا شايفك صغير تعالى بيها ليه؟ موضوع رنا بقى تشوفها ازاي تشوفها امتى ده كلام فارغ، يتحل باذن الله لما تتحل الاول المشكله الكبيره. انا مش عارف اقول لك ايه ولا عارف حتى اعمل ايه في نفسي. انا من ساعه ما بدا موضوع رنا ده وانا كاره نفسي ان انا لسه متعلق بيها. عظيم، اهي دي بقى بدايه ممتازه. نشتغل عليها وشويه شويه هتتحل الحكايه خالص. اول حاجه تعملها انك لما تشوفها تدور وشك الناحيه الثانيه، تشوفها تدور وشك، سهله دي. بعد كده شويه شويه لما تشوفها هتبقى كانها اي واحد تاني في الشارع. طب انا هعمل كده ازاي يعني؟ ما انا ما قلتش هنعمل كده مره واحده، انا بقول شويه شويه وبالتدريج. بص انا كده كده ناوي اعلمك شويه تمارين للتحكم في التوتر والغضب. تمارين ايه يعني؟ يعني عدي عليا انت بس بكره بعد الظهر وانا هوريك. المهم دلوقتي عاوزك تبطل خالص تلمح لشروات انك عاوزكم ترجعوا لبعض. ما تبعتش اي مراسيل مع رنا. خرج رنا خالص من وسطكم. ممكن من ناحية ما تقلقش، انا خلاص مش هغلط الغدر تاني، بس ما وعدكش ان انا بطل اتعلق بيها رغم ان انا كاره نفسي بسببها. شوف انا بقول ايه وهو بيقول ايه. يا سيدي انا ما قلتلكش بطل تتعلق بيها، انا بقولك بطل توريها انك متعلق بيها. انت فاهم الفرق؟ طيب قوم بقى علشان اروح لها، علشان انا متفق معاها انك تاخد رنا وتخرج معاها لوحدكم. بجد؟ طيب يلا. خلاص يا اسامه، لو بقيت ناوي تاخد بالك من كلامك وما تفتحش معاه حكايه الموضوع ده تاني انا ما عنديش مشكله. رنا بنتك، خدها في اي وقت واخرج معاه. انا اللي نفسي فيها شروات انك تبتدي تفكري فيها بشكل تاني. فكري فيها بشكل تاني يا شروات. اسف يا فاضل بيه. حاضر يا اسامه هفكر. اطمني يا مدام شروات، كابتن اسامه مش ناوي يقلق رنا تاني خالص بالكلام ده. اللي حصل المرة اللي فاتت كان بسبب التوتر اللي كلنا عشناه عقب وفاة الدكتور عمر الله يرحمه ويحسن اليه. الكلام ده مش هيتكرر والموضوع ده على ضمانتي، مش كده ولا ايه يا كابتن اسامه؟ كده يا فاضل بيه كده. ممكن بقى تنادي لي رنا عشان ناخدها واخد شويه. رنا تعالي يا حبيبتي، تعالي يلا بسرعه عشان هتخرجي مع بابي. حبيبي مامي ماي كوين قمرة. أهلاً. ميس إيجيبت 2020 رنا أسامة. شفت زي القمر إزاي؟ ربنا يحميها. أسامة رنا معاها الجاكيت بتاعها، لو الجو بره تلبسه لها، مش عايزاها ترجع عندها دور برد. يعني هو أنا اللي هعييها يعني؟ عن إذنكم. اتفضل. باي باي. باي رنا. باي مامي. باي. قمرة. طيب استأذن أنا يعني؟ ما تخليك شوية يا فاضل بيه. كريم قال لي ان انتوا اتفقتوا ان انتوا عايزيني ارتب معاكم موضوع المحاضره، يعني كنت عايزه اتكلم معاك اعرف تفاصيل اكتر. اوي اوي